المركز الثاني في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء، بينما المركز الثالث تقدمت الشاهينية لمنصور بن محمد بن منصور الهاجري في المركز الثالث في هذه الأثناء. أما المركز الرابع نقل إلى تواجد هنا مشاهدينا الكرام، طفل احتلت المركز الرابع، تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء لاحمد بن خليفه بن حاسوم الدرمكي، يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس شعار المهيري يقدم لنا نوف احمد بن حمد بن مبارك المهيري، ونوف اسمها من ثلاث حروف ما شاء الله. هذه الخمس المراكز الاولى. نشوف المركز السادس ونتابع ناصيه مانع بن يمعه بن خميس الغويص في المركز السادس. المركز السابع هذه اللي وصلت الان العنود عبد الله بن محمد الفلاسي يحتل المركز السابع. والمركز الثامن تقدمت نية لمحمد بن علي بن سعودي الاجتبي، ياتي في المركز الثامن مشاهد الاعزاء. بينما المركز التاسع اللي وصلت الان دلمه سالم بن راشد بن سعيد العويسي. والمركز العاشر هناك تقدمت شاهينيه سعيد بن مبخوت بن عيضه العامري يحتل المركز العاشر. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء الاسماء العشره الاولى المنطلقه، حيث نسير بهذا الشوط الذي يتواجد فيه اسماءنا تقريبا 40 مشاركه من خلال هذا اللقاء. لكن نعود الى البدايه، نعود الى المتعه والاثاره، نعود الى المفاجات اللي تحملها لنا هذه الاشواط في كل شوط، في كل اسماء سلالات قمه في موسم يعني جديد وموسم حافل بالانجازات وموسم نشط تماما امام كل المتابعين وامام كل العيون اللي تناظر وتراقب النوعيات. المركز الاول يحيى بن الصغير بن قنون يقدم متعبه الان حيث تسلل الى صداره الشوط. بينما المركز الثاني هذه غنايم يا سلايم، هذه غنايم والعزايم تجيب الغنايم. خليل بن ناصر بن منصور كم من الشعارات القطريه والخليجيه في هذا الصباح. تتواجد احمد بن حمد بن مبارك المهيري يحتل الان المركز الثالث مشاهدينا اللي وصلت خذت هذا الموقع والمابع. المركز اشوف هناك العنود لعبد الله بن محمد بن زعل الفلاسي يتواجد على المركز الرابع. محمد بن علي بن سعودي الاجتبي، لكن اشوف الهجوم يا سلام، بدت اللقايه تتقدم. وحرك اللي بتحرك الكيلو الاخير الكيلو الخطير. والمركز الاول لا زال هناك غنايم ياتي مشاهدينا الاعزاء بغنايم من خلال الفوز. خليل بالشهواني يحتل المركز الثاني، لكن نوف احمد بن حمد قد هذه نوف مشاهدينا الاعزاء. المركز الثالث وصلت الان، وصلت الظبي حمد بن عميره الشامسي، واصل الى المركز. هنا نوف طارت، نوف حلقت مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات اللي اسمها من ثلاث حروف تروح الى المركز الاول. لكن متعه ما تستسلم راحت مع استراحه المحارب، لكن عادت من جديد بنشاط اخر. نوف ومتعبه ونوف اللحظات الاخيره نوف وسلام عيناوي سلام احمد بن حمد بن مبارك المهيري جود مورنينج. بينما المركز الثاني متعبه يحيى بن صغير بن قنون، المركز الثالث حمد بن مطيره، المركز الثالث خليل بن ناصر بن خليل الشواني، المركز الرابع بين المركز الخامس هذه بن محسن بن جابر الجربوعي هو من حل مشاهدينا الكرام في المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لكل الفائزين. نعود بالتوقيت الزمني أيها الحبيب مشاهدينا الأعزاء، نوف سجلت لنفسها حضور في هذه الانطلاقة، أحمد بن حمد بن بست دقائق ثلاث ثواني أربعة أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. تهانينا والناموس مهيري على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت متعبة ست دقائق ثلاث ثواني سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ليحيى بن الصغير بن قنون بن يراد. ثالث لحظات الوصول مشاهدينا مطر بن حمد بن الشامسي قدم لنا الظبي اللي حلت المركز سبع ثواني وتسعة. تهانينا. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل الانطلاقة.